اهلا البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يصيبكم على احسن ما يرام. جيت اليوم في القناه نشارك معكم تحضيرات ما قبل العيد. دونك غادي نشارك معكم واحد تهليه للوجه. اول شيء قبل العيد خصنا نتهلاو في راسنا ونتهلاو في لابتيت فاني وفي وليداتنا وفي الطويبلات ديال الفطور. اول شيء اللي غنشارك معكم هي واحد التبريمه للوجه. ما نقولش لكم وجهي هاد الشهر ما درت له حتى شي حاجه ابار ديك ليدراتاسيون كوتيديان ديال الصباح والليل، مي سينو ما درت له حتى شي حاجه دو بلوس. دابا اليوم قلت لافي ديال العيد خصني شويه نعطي دو لامبورطونس لوجهي، نتهلا في راسي. كيف كتشوفوا راني صبغت شعري حيت ما لقيتش الكوافور هنايا، باقي يزون با بري لاكتيفيتي ديالهم. دونك دوكو شريت لا تانتور وصبغت راسي في الدار اون اتوندون يحلوا ان شاء الله. قلت لكم بالنسبه للتبريمه اللي غنشارك معكم اليوم راها غزاله غزاله غزاله، الا جربتوها من الدقه الاولى غادي تعطيكم نتيجه واعره. ثاني شيء بغيت نشارك معكم هي الطويبله كي كنحضرها قبل نهار ديال العيد، كنوجدها لا في بالليل وكنغطيها وكنبقى ترونكيل صباح العيد، كيبقى ليا غير نحط فيها المي كلاص سخنه اي سي تو. وبغيت نشارك الا بقى شويه ديال الوقت لو بلا ديال الغداء الا سهل الله، سينو الا ما شاركتش المهم حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله وعاد ندير نقول لكم شنو وجدت للغداء. ندوزو دابا اون في فيت ونوجد لكم ونوجدو اونصومبل التبريمه اللي غادي نديرو. اول شيء غادي نحتاج، انا هنا خلطت الاول مع الثاني، عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال نسكافي قهوة سريعة الذوبان كسوسوا لاسامارك، مهم قهوة سريعة الذوبان. غناخدو معلقة كبيرة وغادي نزيدو عليها فريميجا. انا هنا عندي كيغي ما عنديش فرماج العادي، دونك غادي ندير هاد لي دو انغريديون وغنخدمهم مزيان 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 حتى يتعلكو وعاد نرجع لكم نعطيكم لا سويت ديال المقادير. هنا البنات من بعد ما خلطت مزيان داك الميلونج ديال داك الميلونج ديال نسكافي مع الفرماجه، خرجت ليا كومين كريم تري ليس. هنا غتزيد عليها واحد المعلقه صغيره وافيه ديال نيدو. نيدو نقدروا نعوضوه بالشوفان حتى هو الى افيكاس، نقدروا نبدلوه بالروز اولا بالحمص. كنخلطوا هادي مزيان حتى يتخلط. ودابا هنايا جانا واحد الميلون شويه ما جامعش راسو، غادي ندير له واحد المعلقه ديال دانون طبيعي. غادي ناخذ واحد المعلقه ديال ياغورت طبيعي غير باش نخففو. غزاله هاد الوصفه البنات والله الا بالتجربه، استعملتها با مال دو فوا كتعطي واحد النتيجه رائعه، غير خص المداومه. هاد التبريمه هادي الانسان يديرها دو فوا بار سيمين الا واضبطي عليها مزيان، راكوني على يقين انك غادي وجهك غادي يكون مزيان. شتي كنحرك مزيان مزيان، شتي الريحه اللي طالعه معاها؟ شتي انا واخا ما عنديش مع القهوه ريحتها زوينه. المهم غنحركو مزيان 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 وعاد غادي نبدا نطليها على وجهي. وجهي بيان سور راه ما فيه والو، نقي مغسول، ما خصوش يكون فيه حتى شي حاجه. فوالا البنات شفتوها كي دايره. ودابا غادي نديروها لوجهنا. نسيتي البنات ما درتش، نسيت المعدات ما درتهمش باش ما نوسخش حوايجي. سي بيان كامسا. وغادي نبدا نكمل كنشوف في المرايا نعرفش كندير. دونك البنات غادي نخليها جوست غير تنشف ليا شويه ماشي تكرم،
ما نخليهاش تتكرم البنات، تبريمه ما عمرنا كنخليوها تكرم لدرجه ما نقدروش نحركو وجهنا ويبقى داكشي كيتكمش، لا غادي نخليوها غير تنشف شويه وغادي نبداو التبريمه. انا غنوريكم كي غادي نديروا ليها الطريقه. يلا نتسناها حتى تنشف غير شويه ونرجع لكم. هنا البنات هيا نشفات غير شويه، انت ملي كدوب صبعك كتلقاها. انا ساليت التبريمه للوجه ديالي، تنقى كنحس به رطب رطب ما حتى شي. البنات من مورا ما تغسلو ديروا له اون كريم هيدراتون. انا راه اون فوا جربتو غير غسلتو ونعست به، عرفتي لابو ديالك كيستافد منها كتبقى عرفتي بحال لابو ديال البيبي بيان هيدغاتي وواحد النضاره فيها. الا داومناه مع الوقت 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 وجهك كاع ما غادي يبقى فيه داك التصبغات. انا راه كان عندي مشكل ديال الكلف مورا الولاده وشحال وانا كندير في الوصفات باش انني نحيدو، مي الحمد لله مع هاد الوصفه الحمد لله راه بدات يمشي ليا بزاف بزاف. بقاو غير هنايا كالكو بيتي تراس، مي غير بهاد الوصفه كلشي بدا كيتنقى ليا الحمد لله. دابا البنات غادي نمشي ناخذ ما دوش، ابخي غادي نمشيو للسيجور باش نوجدو لا بريزونطاسيون ديال الطبله ديال الفطور ديال صباح العيد. يلا تو دو سويت لي في. اول حاجه كندير هو انني كنجبد الماء عندي ولي اللي غنستعمل وكنحطهم قدامي كاملين، ابخي عاد كنبقى نحط لا طابل. هنا كي كتشوفوا درت اون ناب بيضاء بيان سور مصلوحه ومجبده وبديت كنحط في ليسيت دو طابل. لو تيم اللي اختاريت لهاد العيد ان شاء الله يا ربي غادي ندير لو نوار اي لو فيولي بالنسبه للطبله ديال الفطور. غي بور فو دير البنات، انا الفطور ديال الصباح كنقسمه على جوج طبلات، فو ان عندي الطبله صغيره كنحاول نديرو الفطور الرئيسي في هاد لا طابل وعاد كنمشيو نديرو دواز اتاي والحلو في لا طابل قدام التلفزيون باش كنبقاو جالسين على طويبله نقيقيه وكنبقاو واخدين حديتنا وصبحنا كل. كيف شفتو معايا انا وجدت ديجا السينيه ديال اتاي وحطيتها وبديت كنوجد لو سونتر دو طابل. هنايا عندي هاد لي زاسيات ميغوار شويه حادرين وتيجيو كيجيو نازلين بزاف الطبله، فكرت انا ندير لهم هاد التويشيات وهما غير دي بورت بوجي باش غيعليو ليا لي زاسيات. ومن موراها حطيت الكيسان ديال العصير اللي بغا جو دورانج لو ماتان بوركوا با. ودابا غادي نحط هاد لي زاردواز، كل واحد غنحط له ديالو كندير لهم فيهم البغرير. وهنا غادي نحط هاد لي بتي غامكان غادي ندير فيهم عسيله وزبيده مذوبه، المهم ديك الحاجيات ديال الطبله ديال الفطور. وما نساوش بيان سور المويسات كل واحد ديالو. هاد القاد ديال البنات انا ما تنبغيش الماس يكون مطراسين فيهم اليدين، يعني ضروري كنبقى نمسحهم شي سيرفييت ولا موشوار كما باش يكونوا تري بروبر في لا طابل. وما نساوش حق الطبله من لا ديكو، باسكو لا ديكو هي اللي كتزين. ودرت هنايا واحد البوكي دو فلوغ ودرت دي بتيت بوجي في لي كوتي وحده في لو سونتر دو طابل. وهنايا كنحط هادوك لي سيرفييت غير ديال الكاريت صوبتهم بهاد المنيضر. الا عجبوكم قولوها ليا ونصوب لكم ان تيتو في القناه. نتمنى ان الاقتراح ديال طويبله ديال العيد تعجبكم وتخليو ليا تشجيعات وملاحظات كذلك. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو الطابله ديال دواز الحلو. كيف شفتوا انا كنتعمد نحط جوج ديال سوانيد اتاي في صبوح العيد كوم سا باش انا جو بروفيت مع الاسره ديالي وكن ايفيتي ديك القضيه ديال راه الكيسان مسخين جيبي لنا كيسان اخرين احكا اتاي ما بقاش. دونك انوجد كلشي الافونس باش انا كنكون ترانكيل. ودو كوتي راني حطيت طبيصلات ديال لي غاتو وكذلك هذوك التويشيات العاليين اللي كندير فيهم لي فروي ساك وكندير فيهم كذلك حتى لي غاتو المعسلين. وما كنساوش بيان سور حق الطبله من لا ديكو. هنا درت لي بيتال دو روز فيما كيجيب لي راجلي شي بوكي دو فلور كيبدا كيدبل كنشفهم وجلي غارد عندي في الدار حتى لو مومون اللي كنبغي نزين به الطبله. نتمنى ان الاقتراح اللي درت لكم اليوم ديال طويبله صبوح العيد تعجبكم وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير اون با. ودابا غادي ندوزو باش نوجدوا واحد الخبيزات صغيورين ديال الشعير والزرع اللي درتهم بالنافع والجنجلان ديال الغداء صبوح العيد. كيف شفتوا راني خلطت كلشي هنايا وزدت عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره وعجنته مزيان في العجانه ودرتو خفيف حيت الزرع كيبغي شويه ديال الماء. ودابا بديت هنايا كنقطعو كويورات صغيورين على 80 غرام
وحطيتهم في اللاطه ديالي. من بعد بديت كنديرهم في شويه ديال الحليب مع البافو ولا نوار الشمس وحطيتهم في اللاطه. وهنا شديت موس ودرت علامات زائد على الخبز كامل، وكنت سخنت الفران على درجة 180 يكون سخون، كل فران وحسابه، كنخليهم يطيبوا بالصحة والراحة. وهذا هو الشكل النهائي. غنقول لكم البنات هادو هما بعض التحضيرات ما قبل العيد، نتمنى انكم تكونوا خديتوا فكرة منهم، وغادي نقول لكم عيد مبارك سعيد، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.